شاف شيء إن أردت شيء بغيت غير تقولها. أنا تبني المضاربة هي غير نيفو طايح شوية وخلاص. داودي حسين في زوج كلمات. إنسان بسيط. الحياة العملية. موظف ملاحة الجوية بالشهر. البوست نتاعنا في ابن عباس. زوج خطرات في السيمانة مشي ابن عباس مشي. كيسرى للتعليم. أنا نبغي التعليم الحق وأحترم المعلم كثيرا، ومعظم الناس لحد الآن معتقدين بلي أنا معلم، ولكن لا علاقة، بالك حبي للمطالعة وحبي للثقافة وللغة العربية خاصة يتوهم الناس بلي أنا معلم، وتمنيت أن أكون معلم. ثلاثي الركح الضاحك. جزء من حياتي. ما عنديش أمور كبيرة في حياتي، عندي أسرتي يعني العائلة، عندي المجال المهني الخبزة كما يقولوا، وعندي ثلاثي الركح الضاحك. دوكا ما ولاش ثلاثي الركح الضاحك، خماسي. من وقتاش وانتوما مع بعض؟ هي في الحقيقة بدينا نخدمو ديو خدمنا وكمال الفكاهة والنشاط، وحنا عندنا سابق في كل على رضوان نعرفوه يعني، ما كانش معنا في الفرقة، وهذا الشيء قديمة، هذه راها في 2000 ولا قبل 2000 شوية، كنا نشطو أنا وكمال، ومن بعد تفهمنا قال رضوان راه مريح مع الجمهور، تما واه، أيا فجأنا قلنا اليوم غادي نقدموا لكم واحد السيد، دوك نعيطوا له يحكي لي بلاك وفكاهي هو ثاني، لاسين هنايا الكواليس منا والجمهور لهيه، هو راه مع الجمهور. طلع لاسين دار الفكاهة تاعه، هو مجيت الكواليس، من تما ما زادش ولا الجمهور صاي. ولا معانا ربيع وصمد واش زادوا للفرقه؟ اضافوا ليها الزغبه لومبيونس روح الشباب، طرحنا شويه بانت لينا كي اللي كبرنا شويه، ولكن هما كي جاوا ردونا شباب معاهم. كمال حمليلي واش يقرب لك؟ كمال حمليلي هو ولد خصي، كبرت معاه، كبر معايا، كناش نتفارقوا بما بمعنى هذه الكلمه، كناش نتفارقوا. كمال منقدر منزله خاصه، ولدي سميته محمد منصف كمال الدين. واش هي المواقف اللي تخاف منها؟ مواقف اللي نخاف منها على خشبه المسرح، ويلي والحنيفي كيغفلوني بشي جمله نتاع ارتجال ما نكونش متوقعها، نخاف من عدم فهم الجمهور للرساله اللي راحنا نوجهوها، وبالتالي جينا واحد النقد ماشي هذاك هو. موقف محرج حطوك فيه كمال ورضوان في وسط العرض. بزاف، واحد الخطره الحنيفي كمال يعني كنت منشط انايا، بين الفقره والفقره كنت نحضر بعض الامور، ابيات شعريه، حكم، قدمت في القناه طلعت تخدم وانا هولت، من بعد راني نحضر واش ندير بين الفقرتين هذوك، وجاني كمال قال لي هل تعلم باللي كداش 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 كداش؟ قلت له ياك، قال لي واه، هبطت هذيك الفرقه طلعت انايا. شديت الميكرو بديت بيها، هل تعلم اخي المستمع انك داش وبدا يعيط لي هاي لا 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 هي بدلت. شكون هو الجمهور اللي تخاف منه؟ شوف كاين بعض الجماهير اللي تكون عارف الفئه نتاعها، مثلا في الجامعه هاني عارف بلي الجمهور هذاك كاع مثقف، الجمهور اللي نخاف منه هو هذاك الجمهور عاده يكون في العراس، لاني ما رانيش عارف نوعيه الجمهور، عاده يكونوا الناس مثقفين ملاح يفهموا واش راحنا نقولوا، عاده تطيح في جمهور كاع ماشي هذاك هو كامل، الجمهور اللي نخاف منه هو اللي معبر راسه. الخط العربي. تمنيت لو كنت خطاطا، أنا وكمال كنا في واحد الفترة معينة يعني كنا نمارسوا الخط بزاف، كانت عندنا طموحات، ولكن عشق الخط يبقى دائما عشقا كبيرا. الشعر الحر. نبغي الشعر الحر. أعطينا مقطع شعري. شوف أنا كتاباتي ما نقدرش نقول لك عليها قصائد، نقول لك عليها كتابات، هذه تبقى للنقاد والمستمعين هما اللي يحكموا. إن كانت الدنيا في قبضة كفي وكان اسمك في قبضة آخر، لتركت الدنيا تسقط أرضا واحتضنتك بكلتا يدي ورفعتك فوق رأسي وصحت بأعلى صوتي عشت يا جزاء عدم أكجي. حسين واخويا شكون اللي مهبلكم بالروتار في الجماعة؟ ربيع يبغي يدير لاتاي، وين ما يكون عندنا خرجة دائما خصنا نستناو هذيك نص ساعة وحدا الدار حتى يدير لاتاي ويريقلاه مليح ونمشو. أطرف موقف صرا لك في حياتك؟ شوف صراو لي بزاف مواقف، كل سيمانه كل 15 يوم ننظف الجهه، ما لقيتش اللي يسمع لي وليت ننظفها وحدي هكا. واحد النهار
جيت قلت له الولاد نتاع الجهه بالرويطه البالا لي بالي وهذه والناس تنظف عجبني الحال بلا ما نعلمهم غير جيت شتهم عاود وليت مشيت للحانوت شريت لهم الكاطو جي هكا اللي قلت كل شيء جيت عيطت لهم اي روح الولاد يعطيكم الصحه وبارك الله تفضلوا طلعت فرحان اي المراحل اللي للباب قلت لها والله يعطيكم الصحه الجهه والله بارك الله فيكم قلت لها غير غالب ما راهش واجد ما يستاهلوا كثر قلت لها علاه قلت لها راه ينظفوا الجهه قالت لي خدوه عندها عرس هو اللي نظف البلاصه تاع القيطون سمحنا باللي خطره جبدوكم في خطبه تاع جمعه فعلا هضروا عندنا بصفه سلبيه على اساس رحنا نسخروا من المعلم هي هذا الامام الله يغفر له ويسمع الناس قالوا له وهو بدا يهضر احنا فعلا درنا واحد السكاتش احنا دائما نقولوها المعلم كان جوج انواع كاين معلم اللي يخدم مهنه المعلم عن صدق هذا نحترموه ونقدسوه ولكن المعلم اللي كنا نسخروا منه هو المعلم اللي ما هزش هذه المهنه هزها غير كوظيفه يدخل منها دراهم وصايب هذا هو المعلم اللي كنا نسخروا منه شكون هو الممثل الكوميدي المفضل عندك؟ يعجبني طريقة الفد حسن الفد في فكاهته يعجبني واحد الممثل جزائري اللي هو عثمان عريوات يعجبني في طريقة فكاهته عفوية وغير مصطنعة كبير رسوم متحركة تعجبك ماروكو صح شحال عندك في الكون؟ 72,060 دولار الطبق المفضل عندك؟ ماينامة البنافة كل واحد الأكلات الصراحة نبغيهم ونعرف سميتهم واش رأيك في مقولة تحضر الخضرة تتبدل الهضرة؟ ما في الجانب نتاع الدراهم أنا واضح في الحق من هذا الجانب نيشان نبغي العمل هذاك إلا بالدراهم بالدراهم إلا ماشي بالدراهم ماشي بالدراهم ماشي لأني أحب الدراهم لا نبغي الوضوح الدراهم دراهم هما اللسان لمن أراد فصاحة وهي السيوف لمن أراد القتال واش اللي يعجبك في رمضان؟ القرب من الله سبحانه وتعالى ويعجبني نبدأ نتلاقى مع الفرقة دائما لخاطر قبل رمضان نتلاقاو غير قليل لو كان يكلفطوك لشكون تعيط؟ عيط لجماعتي كمال ورضوان وصمد وربيع وصاير أربعة تبارك الله بلد تتمنى تزوره؟ فلسطين حسين علاه دائما مزير راسك بالكلاسيك علاه ما تلبسش حاجه واحده اخرى هادي مش عارف بالك كلها وكيفاه وين يرتاح انا سييت الجين ما عنديش معاه كاين ديبريي ولا هكا نبغي لي سيرفات ولا هكا حاجه حكمه تتمشى بيها دائما تفكر لقائك مع مولانا باش تعرف واش كدير واش تقول للمشاهدين بمناسبة شهر رمضان؟ ربي يوفقكم في أعمالكم وصحية لكاع المشاهدين وصحة فطوركم في هذا الشهر الكريم مع السلامة لنا لقاء إن شاء الله